اهلا بيكم النهارده معانا في حلقه جميله جدا عشان ست الحبايب. النهارده عيد الام، كل سنه وانتم طيبين. ام صغيره، ام كبيره، حما، خاله، اخت كبيره، كل دول بيبقوا النهارده مبسوطين وعندهم بقى ايه اليوم يومهم. يا اما نعمل لهم اكله حلوه، يعني نجيب لهم بوكي ورد، يا اما نجيب لهم حاجه حلوه يحلوا بقهم بيها ويتجمعوا ان شاء الله على خير. وان شاء الله لكل ام النهارده بقول لها كل سنه وانتي طيبه. النهارده يا ماما هعمل لك ايه؟ هعمل لك كريب سوزيت. طبعا الكريب سوزيت ده معروف جدا، وصفه فرنساوي. هو كريب عادي وما فيهوش حاجه غير بالاورنج جوس اللي هو عصير البرتقال، شويه كده تقيل شويه على الكريب، وتاكلي معاه بقى كريم فريش. هو الحته الوحيده اللي بيتحط فيه بيتحط شويه يعني ليكور، الناس الفرنساويين بيعملوه، انا مش هحط فيه غير فانيليا وهو عصير البرتقال وحبه سكر بودره، وهيبقى كريمه البرتقال مع الكريب سوزيت. تاكليه بألف هنا. هنبتدي نعمل الكريب. هنعمل الاول البيض لوحده تمام بالفانيليا. هنعمل البيض دلوقتي اهو، بيضه تمام زي ما علمتكم. انا البيض بتاعي فريش الحمد لله، بس انت لو عندك بيض مخزون يا ريت لو ايه في طبق لوحده عشان ما يبقاش تيجي واحده تبوظ الباقيين. خلاص اهو ما شاء الله جميل. نغسل ايدي بعد البيض، وهنحط بقى الفانيليا طبعا مع البيض عشان يديله ايه يمنع الزفاره ويحط بقى ايه ريحه حلوه كده مع الكريم. تمام ادي اهو حبه فانيليا، وايه نضربه لوحده. بعد كده هنضرب بقيه الحاجه لوحديها. الخطوات لما بتتبع بتدي نتيجه احسن. بالطريقه دي احنا طبعا ايه ضربنا نص الحاجه، نص المقادير، يعني مش نص المقادير، شويه الانجريدينتس اللي عندنا اهي، ده البيض لوحده تمام. بعد كده هجيب واحده تانية ونحط فيها ونمزجهم في بعض. هجيب واحده تانية واحط فيها بقى الدقيق بتاعي، خلاص، السكر، وحبة سكر أبيض تمام، وهحط معاه بشر، ده مش محتاجاهم حطهم هنا، وهحط معاه بشر البرتقال تمام. بشر البرتقال ده بيدي نكهة فظيعة تمام. أهو كده عليها أورانج، وهحط النص التاني في إيه في الصوص اللي أنا هعمله بعد كده، وهحط معاها اللبن تمام. ادي اللبن اهو، هضربهم وبعد كده هحط عليهم البيض واضربهم تاني. بعد كده هحط البيض بشويش كده حبة حبة، مش هضرب جامد بقى، همزجه بس حبة حبة. ادي البيض تمام، وهروح مزجاه كده. وده يبقى الكريب بتاعنا. بس بقى تحطي بقى معاه شوكولاته، تحطي اي حاجه انت محتاجاه، يعني عندك فاكهه اعملي الكريب وحطي عليها كريم شانتيه، وحطي عليها بقى فراوله، حطي عليها مانجا، حطي عليها موز، زي ما انت عايزه. خلاص الحاجه بقى ايه التكه الثانيه تمام، ان انا اقول لكم ان طبعا ان احنا عملنا ده لوحده وده لوحده، حطينا البيض في الاخر. خلاص حط عليها حبه ميه ساقعه، يعني بس كده حبه ميه ساقعه. هنحط الزبده
في الطاسه واجيب معيار طبعا المغرفه اللي انا هغرف بيها، احط الاول الزبده عشان تسيح. هتسيح هي الزبده جوه الطاسه، انا مش عايزه زبده كتير يعني، هي بس ايه كل واحده هنلاقيها بزبدايه معينه، تمام يعني كده عشان كده تمسحي قعر الطاسه بالزبده برضو. دي تكه، ما في مثلا بتلاقي ايه حته هنا عاليه وحته واطيه، خلاص وعلى نار هاديه هتمسكي هنا الكريب وهتحطيه معلقه اتنين بس، تمام. وهتخليكي بقى انك انت تخلي بالك ان هو لما يعلى سنه، تمام اهو كده، هتروحي بقى ايه قلباه الناحيه التانيه. فن بقى طبعا ان اللي بيعمل الكريب ده يكون واقف جنبيها شايف من الجناب ايه اللي هيكون، ايه اللي هيعلى من هنا من النص كده. ممكن تعملي حته صغيره علشان اللي فوق ده ينزل اللي تحت، وتخلي كله في سوى واحده، مش حته عاليه هنا ولا تمسك الطاسه الناحيه دي ولا الطاسه الناحيه دي، تكون هنا عاليه وهنا واطيه، تمام اهي دي الكريبايه اللي احنا هنعملها. وهكذا وهكذا، بعد الاربع بيضات لوحديهم خالص هنروح حاطين الدقيق مع السكر مع اللبن ونقعد نقلبهم لوحديهم، وبعدين نمزجهم الاثنين مع بعض ويبقى عندك الكريب اللي احنا عندنا ده. دي لسه مستنياها تبقى ايه لسه شويه من هنا، تمام. هنروح حاطين بقى في طاسه ثانيه، هروح عامله ايه ملما دي تتعمل طاسه ثانيه هنا كده، هروح عامله الصوص بتاعها، عصير برتقان اهو، عصير فريش حلو كده جميل فريش ها، وبشر برتقان بشر ليمون وبشر برتقان وسكر بودره، وتقعد بقى ايه تتعمل مع شويه مع نفسها كده اهو، تمام. وهحط السكر البودره ونطلع فاصل بعد كده ونرجع نكمل الكريب والطبق الجميل بعد كده بتاعنا، اللحمه بالمشروم والجبنه البري. اشوفكوا تاني.